هذه التكبيرات يقول الشيخ يرفع يديه مع كل تكبيرة، أي يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. لماذا؟ لأن هناك في قاعدة استقرائية أخذها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهو أن كل تكبير لا يسبقه ولا يلحقه سجود فإن اليدين ترفعان فيه. فالتكبيرات الزوائد مثل تكبيرة الإحرام، مثل تكبيرة الإحرام، ليس قبلها سجود ولا بعدها سجود، فيشرع فيها رفع اليدين، فيشرع فيها رفع اليدين، وذكرنا هيئتي رفع اليدين. ويؤيد هذا الأمر ما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يرفعون أيديهم في التكبيرات الزوائد من صلاة العيد، والقاعدة فيها مضطردة حتى في الجنائز كما سيمر معنا، والدليل عليه في محله إن شاء الله. نعم.